صباح الخير ورباح، مرحبا بكم مستمعينا في موعدكم اليومي كول وتمعن، البرنامج اللي سيبغي لكم الإفادة والصحة من خلال تغذية سليمة ووصفات لذيذة جدا. صباح الخير أستاذ نبيل عياشي. صباح الخير لسميرة وصباح الخير السادة المستمعين. فعلا يعني نتمنوا أن الناس يكونوا بدأوا الآن تطبقوا النصائح وكذلك الوصفات اللي تتكون مرافقة مع النصائح، ونتمنوا للجميع ان شاء الله الصحه والعافيه والماكله مزيانه. امين ان شاء الله. وبما اننا بما ان صحتنا تبدا من المائده ديالنا كما تنقولوا دائما، اليوم غادي نتكلموا على واحد الماده اللي هي رمز الانتعاش، رمز السلطه المغربيه بامتياز. غنتكلموا اليوم على الخيار. اول سؤال استاذ اللي سيتبادر للذهن ديالي، دائما تقول لنا اننا نتناولوا المواد في المواسم ديالها، واش الخيار له موسم خاص بما اننا سنشوفوه في السوق دائما طيله السنه؟ نعم، هذه خاصه يمتاز بها المغرب، لان نظرا للموقع الجغرافي هناك بعض الاغذيه اللي توجد طيله السنه. لماذا؟ لان من تجي فين تسالى في منطقه تتبان في منطقه اخرى. يعني فالحمد لله ان الخيار في المغرب يعني تلقاه طيله السنه. الخيار واش النقطه اللي كاينه واللي ربما غنفاجئوا بها الساده المستمعين، هو ان الاغلبيه تيدخلوه في الخانه ديال الخضر. صحيح، ان راه المغاربه كانوا تيدخلوه في الخانه ديال الفواكه ماشي في الخانه ديال الخضر، لان الخيار كان تيتخذ بوحدو وكان تيدار به عصير. كان تيدار به عصير لحد الان كذلك. نعم، لهذا فنظرا للقيمه الغذائيه ديالو فنقدروا ناخذوه بطبيعه الحال سواء كفاكهه ولا كخضره، لان المكونات ديالو اللي كاينه في الخيار هي مكونات اللي هي عجيبه، لان نظرا الان تنشوفوا ان الامراض اللي اصبحت منتشره بشكل كبير في المجتمع المغربي، يعني الامراض المستعصيه وما يعرف بالمرض ميتابوليك اللي هي امراض العصر، صبحات منتشرة بشكل كبير، وهذا نظرا للمجموعة ديال الأسباب وماشي هذا هو الموضوع ديالنا. غير هو اللي بغيت نشير هو أن الخيار هو يعتبر من بين الأغذية الرئيسية والأغذية اللي تتلعب دور مهم جدا في الوقاية من هذه الأمراض العصر. شنو هي هذه الأمراض؟ هي داء السكري، هي ارتفاع الكوليسترول، أمراض القلب والشرايين، ارتفاع ثلاثي الجليسيريد، مشاكل ديال القبض إلى آخره. لماذا؟ لان ملي تنجيو نشوفوا القيمه الغذائيه ديال الخيار فتلقاو انه هو من الاغذيه القليله اللي ما فيهاش سعرات حراريه كبيره، فيه فقط ماء واملاح معدنيه وفيتامينات بالاضافه الى بعض المكونات الاخرى. فشنو تعني هذا؟ تعني لان الخيار هو يعتبر من بين الاغذيه اللي تتهبط السكر في الدم، بين الاغذيه اللي تتهبط نسبه الكوليسترول، بين الاغذيه اللي تتهبط نسبه ثلاثي الجليسيريد، بين الاغذيه اللي تهبط الضغط الدموي، بين الاغذيه اللي تعالج المشكل ديال القبض، بين الاغذيه اللي تتقينا من امراض القلب والشرايين، وبين الاغذيه كذلك اللي تتلعب دور الوقايه من الامراض السرطانيه. وهنا ما كاينش شروط لتناول الخيار، لان تنتناولو دائما طازج خضر. نعم، يعني في سلطه محكوك، يعني التناول ديالو سيكون صحيح غالبا في جل الاحيان. التناول ديالو صحيح، هو للاسف ان الناس ربما ما تعطيوش واحد القيمه كبيره للخيار، يعني تنستعملوه كغذاء ثانوي ربما تيكون مع شي حاجه اخرى، في حين اننا نقدروا نكتفيوا يعني بتناول الخيار. يعني مثلا الناس خصوصا الناس اللي تيكونوا مثلا عندهم توقيت مستمر، ولا خصوصا الان يعني احنا مقبلين ان شاء الله على فصل الصيف وارتفاع في درجه الحراره، ومقبلين كذلك على رمضان. فرمضان ممكن ان الناس مثلا بالليل ما بين الوجبه ديال الافطار والنعاس باش ينعسوا ممكن يكتفيوا بتناول ديال خياره ولا جوج. كذلك الناس مسافرين مثلا في السياره ديالهم ممكن يتناول خياره ولا جوج. علاش؟ لان الخيار اولا ما عندوش مشكل باش يخسر ولا ما يخسرش، يعني خياره تنديرها عندي تنديرها معايا فما تتخسرش. فهذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو ان الخيار هو يحتوي على كميه كبيره من الماء، هو كله ما كيف ما تنقولوا، هذاك احتواءه على كميه كافيه من الماء تجيب معها كميه كافيه من الاملاح المعدنيه، والخيار يعني يحتوي على مجموعه املاح معدنيه بالاضافه لهذا. الخيار فيه لا فيتامين ك، وهاد لا فيتامين ك
ربما الاغلبيه ديال الناس تعرفوا بان يكون هناك علاقه ما بين الكواغولاسيون يعني التخثر ديال الدم وفيتامين ك، ولكن اللي ما عارفينش الناس هو ان فيتامين ك مهمه بزاف للتكوين ديال العظام ومهمه بالنسبه للعظام. يعني بالنسبه للاطفال او بالنسبه للناس الكبار اللي تعانيوا من هشاشه العظام، لا فيتامين ك مهمه لهم، لان اعلاميا الا بغينا نهضروا بهذه الطريقه هذه ربما تنتحدثوا غير على العلاقه ديال فيتامين دي والعظام، صحيح، ولكن ما عمرنا تحدثنا على الفيتامين ك، يعني ما تنسمعوش بها بزاف. ففيتامين ك اللي كاينه في الخيار هي مهمه بالنسبه للتكوين ديال العظام، وهذا يعني تعني ان الخيار خاص يتناولوا الاطفال ويتناولوا الناس الكبار ويتناولوا الناس المسنين. بالاضافه لهذا الخيار يحتوي بشكل كبير على مضادات الاكسده، وهذه مضادات الاكسده بطبيعه الحال وحنا غنعاودوا نقولوها انها تتلعب دور مهم كذلك فيما يخص الوقايه من الامراض السرطانيه. بالاضافه لهذا ان الخيار تحتوي على نسبة مهمة من النحاس، والنحاس تنعرفوا بأنه مهم جدا بالنسبة للتكوين ديال الهيموغلوبين وبالنسبة للتكوين ديال 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 الكولاجين اللي هي مادة تدخل في التكوين ديال الخلايا ديالنا. بالإضافة لهذا أن النحاس يدخل في تكوين ديال الأنزيمات ديال الجسم ديالنا، وهذا هو المشكل اللي أصبح عندنا الآن، هو أصبح عندنا مشكل ديال الأنزيمات. هذه مشاكل اللي غتبان من هنا لقدام، وحنا تنقولوها للسادة المستمعين دابا باش يفهموها. المشكل اللي ولا عندنا الآن ماشي مشكل ديال ادخال مكونات غذائيه، ولكن هو مشكل استفاده من هذه المكونات، ماشي الكم بل الكيف. نعم بالكيف. والنحاس قلت لنا قبل بانه ضروري في تثبيت الحديد. أكيد كذلك اكيد، فهناك علاقه مباشره ما بين النحاس وما بين فقر الدم. لهذا فالناس اللي تعانيوا من مشكل ديال فقر الدم من خاصهم يتناولوا النحاس. كاين هناك ماده كذلك البيروكسيداز اللي هي كاينه كذلك في الـ في الـ خيار. في الخيار، اللي هي تتلعب دور مهم جدا في تخفيض نسبه الكوليسترول وتخفيض نسبه السكر. هذاك الشيء علاش يكون حاضر بزاف. نعم. في الوصفات لتخسيس الوزن. نعم، داك الشيء علاش دائما تيكون هو تنعتمد عليه بشكل كبير باش نقصوا في الوزن. علاش؟ لان اولا هو تيشبع، لان راه فيه تقريبا نسبه تتفوت 90% ديال الماء، وبالتالي تناكل الخيار تنشبع. النقطة الثانية أنه فيه ألياف غذائية، وبالتالي تعمر لي المعدة ديالي، ولكن حنا تنعتمدوا عليه باش نضعفوا، يعني أننا تنعطيوه مثلا قبل الغداء وقبل العشاء، ولكن هذا ما تيعنيش أنني غنتبع حمية 100% خيار ديال الخيار. علاش؟ لأن كاين النقطة الأخرى، حنا قلنا بأنه ما فيه لا سكريات ولا دهنيات ولا بروتينات، يعني ما يمكنليش نعتمد عليه هو كمصدر وحيد الغذاء ديالي طيله اليوم. يعني هو خصو يكون حاضر، وفي حقه خصو يكون حاضر بشكل يومي، ولكن ماشي بوحدو. لان الناس دابا غادي يسمعونا، حنا ذكرنا الفوائد وقلنا بانه مهم لانقاص الوزن، ولكن هذا ما تيعنيش على انني غنبقى النهار كامل تناكل غير الخيار بوحدو. هنا ضروره التوازن الغذائي اللي غادي نتكلموا عليه غدا ان شاء الله كموضوع في كل وتسمع، لان صحيح ان كل المواد اللي تنتكلموا عليها هي ضروريه وصحيه، لكن الاعتماد عليها هي بوحدها تبقى غير متوازن صحيا وغذائيا. بطبيعه الحال، لان الخيار يعني ولا بالاخذ ديال اخرى، كل ماده ولا كل غذاء عنده الفوائد ديالو، ولكن ملي تنتحدثوا على هذه الاغذيه هذه اللي الحمد لله احنا عندنا موجوده في في في, في بلادنا، والثمن ديالها ما غاليش بزاف، فالاستهلاك ديالو يعني غيكون مزيان لو ان الاستهلاك ديالو يكون بشكل يومي كيف ما تيكون عندنا شي، واخا غير نص خياره، واخا غير ربع خياره، الناس يدوا معاهم الخيار للخدمه، يدوا معاهم الخيار في السفر، وسهل يعني في الحمل صافي، خاصها تشرى على والو عدها وكل مع راساتك، لان الخيار الا سمحتي وتسمع الخيار هو من الاغذيه اللي ما تنديروش فيه مواد كيميائيه بشكل كبير، وبالتالي ففي الغالب ديال الاحيان انا مثلا تيكون طبيعي تيكون مزيان. واخا السؤال المطروح هو الفقوس، صحيح انهم من نفس العائله؟ نعم، الفقوس مع الخيار من نفس العائله، واش عندهم نفس المنافع؟ خصوصا انه في الاونه الاخيره ظهر واحد النوع جديد من الفقوس اللي هو الفقوس بلدي ملقم، تيظهر لي ياك. نعم، فالفقوس والخيار هما نفس العائله، تقريبا فيهم نفس المكونات الغذائيه، كاين هناك اختلاف ولكن اختلاف بسيط لا يخاد بعين الاعتبار. التناول ديال الفقوس او التناول ديال الخيار بجوج بهم مزيانين. انا تنصح الناس اللي تعانيوا من هذه الامراض اللي ذكرنا الان، حنا ما تنهضروش على العلاج بانهم يعتمدوا عليه كعلاج، ولكن تيدخل ويساهم سواء في الوقايه او في العلاج. وحتى الناس يعني الا كانوا غاديين مثلا، تنعرفوا بان فصل الصيف هو فصل ديال الولائم، الناس مثلا الا كانوا معروضين لشي وليمه وعارف راسه بانه غادي ياكل بزاف، وهذه مساله اللي هي عاديه، احنا ماشي ضدها، احنا خاصنا نتهلاو في روسنا، خاصنا ناكلوا مره ماشي مشكل هادشي. فاذا كانوا معروضين لشي وليمه فعلى الاقل قبل ما يمشيو يدي ياكل واحد الخياره
او خيارة ونص. علاش؟ لان ملي غادي ناكل الخيار من بعد وغادي نمشي، فملي غادي ناخذ هذيك الدهنيات اللي غادي نجيب من بعد في هذيك الوليمه، فغادي نتخلص منها عن طريق تناول هذيك الخيار اللي كليت او الفقوس. او الفقوس نعم. ياك نفس الفوائد كما قلتي، تبقى الاختيار على حسب الذوق. مذاق انا كنفضل الفقوس، يعجبني بزاف، خصوصا الفقوس البلدي. وعلى ذيك الفقوس البلدي او الخيار اللي ما غادي نعطيه واحد وصفه تقليديه بزاف، بلديه بزاف، زمانيه بزاف، سهله بزاف، ولذيذه بزاف، والناس ورخيصه بزاف، والناس ما بقاوش يديروها، ما فهمتش علاش، منعشه بزاف كذلك. يكفي اننا نحكو الخيار او لا الفقوس، نزيدوا عليه شويه الحامض، شويه ديال الزعتر. وهنا غادي نسولك على هاد لاسوسياسيون ما بين الزعتر والخيار او الفقوس، واش مزيانه ولا لا؟ بطبيعه الحال مزيانه، خصوصا لان كاين اللي ما تيبغيش ياكل الخيار، لان كاين اللي تيقول لك ما عنده حتى شي مذاق، كاين اللي تيقول لك الخيار ما تعجبنيش، حيت فيه الماء بزاف جوستومون. نعم. فممكن نعم ممكن نزيدوا معاه هاد النقطه، الزعتر، نعم، الحامض وشويه السكر. ما تكونش متفق معايا، ولكن تنحليو به، تيجي يا اما عصير يا اما بحال شلاده تكون خاسره شي شويه، تيجي لذيذ جدا. نعم. ومنعش، خصوصا الا كليناه قبل ما نتناولوا الوجبه، يعني كمقبل. مفيد. كمقبل. نعم. هذا ما كان. شكرا لك استاذ نبيل عياشي على على الحصه ديال اليوم. كلوا سمعين، غدا غادي نتلاقاو مره اخرى كما قلنا لكم حول التوازن الغذائي اللي تنحثوا عليه كثير في كلوا سمعين. شنو هو التوازن الغذائي؟ الجواب غدا مع الاستاذ نبيل عياشي. كونوا في الموعد، الى اللقاء.